السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله سوف نقوم بإنجاز التمرين 17 صفحة 82 من الكتاب المدرسي المحيط في الرياضيات. إذا طالب من فهد التمرين قلت لي تكون سي دائرة مركزها أو وشعاعها 2. إذا مركز ديالها هي أو والشعاع ديالها 2. نحاول نرسم هنا جوج ديال السنتيمتر وندور الدائرة ديالي. نرسم جوج سنتيمتر وندور الدائرة ديالي ويكون عند الشعاع يساوي 2. هذا R يساوي 2. قالوا لي والسيد دي قطرها. السيد دي قطرها نكمل انا على هذا وتسمى قطرها هو السيد دي قطرها. القطر يمر من اصل او من مركز الدائرة سي. اي نقطة من الدائرة سي حيث اي سيد دي واحد معايا اي سي دي كتساوي 60 درجة. يعني هاد الزاوية هادي تساوي 60 درجة. اي سي دي تساوي 60 درجة. قالوا لنا اعطي قيمة مقربة للمسافة دي الى 0.1 الى 0.1. اذا قرينا في السنة ديال الثامنة أساسي بين إلا كان عندي مثلث قطر وتره هو قطر الدائرة ونقطة تنتمي للدائرة بحال الشكل اللي عندنا هنا. نقطة كتنتمي للدائرة نقطة كتنتمي للدائرة وكتشكل من قطر الدائرة فهنا يعطينا مثلث قائم الزاوية في ديك النقطة اللي كتنتمي للدائرة. بمعنى آخر مثال آخر إلا خديت مثلا هذا القطر نيت وخديت نقطة أخرى في جهة أخرى هي هنا فيما خديتها في الدائرة وجمعت القطر مع نقطة تنتمي للدائرة غيعطينا مثلث قائم الزاوية. فيما خديت النقطة غيعطينا مثلث قائم الزاوية. أنا بغيت نزيد هذا باش ما نخربقش هاد سميتوني أنا ديال الغرض بهاد السؤال نخرج. إذا أنا باش نلقى إي دي كخصنا حنا بما ان بصدد الحساب المثلثين يدي اش كيشكل بالنسبه للزاويه 60 درجه كيشكلها الضلع المقابل. والضلع المقابل شنو هو النسبه المثلثيه اللي عندنا في الضلع المقابل؟ كاين في الطنجونت وكاين في السينوس. الا درت الطنجونت انا ما كنعرفش اي سي شحال كتساوي لان غادي ندير لو بغيت ندير الطنجونت 60 درجه غادي ندير اي دي على اي سي. شنو غيصبح عندي؟ اصبح عندي جوج المجاهيل اي دي ما كنعرفهاش كنقلب عليها هي اللي طالبين مني في السؤال او دي اي و اي سي ما كنعرفهاش ما عطينيش القيمه ديالها. اذا هاد العلاقه ما نفعنيش. اذا غنبدا بالسينوس اللي هي اللي غتنفعني. لاحظوا معايا السينوس 60 درجه كتساوي الضلع المقابل اللي هو دي اي اللي طالبين مني على الوتر ديال المثلث اللي هو سي دي اللي هو القطر. تفقين اللي هو القطر. انا كنقلب على الدي اي. اذا الدي اش كتساوي؟ غتساوي سي دي جدا سينوس 60 درجه كما قلت. طنجونت ما نافعنيش لان غيوليو عندي جوج المجاهيل اي سي ما كنعرفهاش. اما السينوس نافع فا سي دي كنعرفها والسينوس 60 درجه يمكن لي نعرفها من خلال الجدول ديال القيم ديال الزوايا اللي عطاوني في الدرس. واللي ما عندوش سميتو يرجع لسميتو لاشين راني عطيته في واحد التمرين. اذا سي دي اللي هو القطر. اذا كان القطر غادي يكون هو جوج المرات الشعاع. والشعاع واش عطاوني؟ جوج المرات الشعاع. الشعاع عطاوني هما 2 كيساوي مضروب في سينوس 60 درجة. سينوس ديال 60 درجة كم يساوي؟ سينوس ديال 60 درجة يساوي 0.3 على 2 يساوي دي اي هنا تمشي جوج مع جوج تبقى لنا جوج 0.3 كتساوي دي ويكون بذلك لقيت لهم المسافة دي اي اللي طالبين مني عن طريق احد النسب المثلثيه اللي هي السينوس. لان قلنا علاش استعملنا السينوس ما استعملناش الكوس؟ لان السينوس 60 كتساوي الضلع المقابل على الضلع
على الوتر، الدال المقابل على الوتر. اما الكوسينوس، الكوسينوس هو الدال المحادي على الوتر، يعني غيكون سي اي على سي دي، حتى هي يمكننا نلقاوها هنا. كنطلبوا منا السي اي غنطلبوها هنا، بغينا نضيفوها حنا نزيدوها، نزيدوها يعني غير في التمرين هذه ما مطلوباش. كندير لدينا كوس 60 درجة كتساوي سي اي على الوتر سي دي، يعني سي دي بنفس الطريقة اللي درنا عاد دابا، سي دي مضروبة في الكوس ديال 60 درجة كتساوي سي اي اللي غتعطينا ماذا؟ سي دي هي جوج المرات الشعاع، لأن قطر سي دي هو قطر، هي جوج المرات الشعاع، القطر كيساوي جوج المرات الشعاع، مضروبة في الكوس ديال 60 درجة. الكوس ديال 60 درجة هو واحد على جوج اللي كيساوي سي اي، اي سي اي كيساوي جوج كتمشي مع جوج كتبقى لنا هي اي اي 2. قلت لها هذا هذا سؤال غير زدناه بالنسبه لنا، طلبوا اللي بالنسبه للتلاميذ باش يزيدوا المعارف ديالهم، المعارف ديالهم. وكنكون ان شاء الله انتهينا من التمرين 17 صفحه 82 من الكتاب الدراسي المحيط في الرياضيات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.